بس أعرف قيمة المكان اللي أنت بيه، أعرف قيمة المكان اللي أنت بيه. لا تطلع من المجلس، حاول تظل بالمجلس، خلص المجلس وطلع. عندنا روايات عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه، يقول مجلس الحسين صلوات الله عليه، أنا أعتذر أتعلم من عندكم، أسعدت شمش المحافظ أنا أسولي فيه. مجلس سيد الشهداء سلام الله على مولاي، الملائكة اللي موجودين الآن، مجلس الحسين كقبة الحسين صلوات الله عليك مولاي، الملائكة اللي موجودين، تقول الرواية، يقول الحديث، يخلص المجلس تطلع الخدام المعزين، يقول ملائكة يصعدون يعرجون، تتلقاهم أفواج من الملائكة، يقولهم نشم بيكم عطر، شنو هذا العطر، نشم بيكم عطر حلو، يقولوا لهم كنا بمجلس بذكر سيد الشهداء، بذكر أهل البيت، دخيلهم ساداتنا. يقول في الملائكة يقولوا لهم دلونا بالمكان اللي كنتوا به، يجابوهم يقولوا لهم خلص المجلس، احنا اجينا خلص المجلس واجينا، يقولوا لهم ما يخالف، خلي نروح ذاك المكان نتبرك. يقول تنزل أفواج من الملائكة تتبرك بالمكان اللي أقيم به مجلس سيد الشهداء. أعرف قيمتك خادم الحسين، أعرف قيمتك يلي تعز مولاتك الزهراء، لا تحاول تطلع، لا تمل، عود نفسك على المجلس، فدو أروح لك أنا أتعلم من عندكم، أقبل أياديكم واحد واحد خدام الحسين. يا أبا عبد الله مديت إيد انطئني منك غيرة، يا أبا الفضل عالي الشرف وأنا إيدي صغيرة، رزقنا غيرة على مجلسكم مولاي، رزقنا غيرة عليكم على علويات أوي، لا رزقنا غيرة وأدب، كنا من سولف وياكم ساداتنا، كنا نعرف شلون نحكي وياكم، دخيلكم دخيلكم ساداتنا. إلهي وسيدي ومولاي، إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بصبر أبي عبد الله، إلهي بعلويات أبي عبد الله، إلهي بما جرى على مولاتي فخر المخدرات، قسم عظيم هذا إلهي، إلهي باللي تعرف صار بيوم عاشورة، احنا ما نعرف شيء، هذا ما وصلنا إلا القليل القليل من اللي صار بكربلاء، يعني هسه لو تشوف ما عندنا روايات توصف حال مولاتي من كربلاء للكوفة، من الكوفة للشام، الله أكبر، طريق طويل، هواي الطريق هواي. لا مولاي يا صاحب الزمان، بعد حسرت تشوي قلبك يا الولي وتشوي قلبنا، اشطوله يا درب السباق، القوة عماتك مشن مولاي، وانت كم مرة المشيت وتسمع بكل خطوة، ون مدري ونات اليتامى، مدري زينب، مدري سكنته، ولا يعمى النظر ولا تصد عينك أثر مولاي يا أبا صاحب.